مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم صارت أجواء حارة نسبيا إلى حارة في عموم مناطق المملكة، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير وملموس، لكن اعتبارا من يوم غد تنكسر حدة هذه الأجواء الحارة مع بدأ تأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية معتدلة الحرارة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 20 درجة مئوية، الملموسة أيضا 20، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع استمرار الطقس حار نسبيا في عموم المناطق، المفرق 30 إلى 15 درجة مئوية، إربد 28 إلى 17، جرش 29 إلى 17، وعجلون 27 إلى 16 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأها بالزرقاء حيث تسجل 31 درجة مئوية، أما الصغرى 17 درجة مئوية، العاصمة عمان 29 إلى 16، البلقاء 29 إلى 17، مأدبة 29 إلى 17 أيضا، والبحر الميت 35 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 16، الطفيلة 27 إلى 16، معان تقريبا مثارة مع 24 إلى مع 32 إلى 16 عفوا، والشوبك 26 إلى 14، أما العقبة 37 إلى 24 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر، أرويشد 41 إلى 20، الصفاوي رياح نشطة مع 39 إلى 18، والأزرق أتربة مثارة مع 38 إلى 17 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.